نجم، ابراهيم ازيك؟ ربنا يخليك يا رب، وربنا يكرمك على الكلام الجميل. بقول لك ايه يا نجم، قول لي بقى ايه حكايه، اتفضل قول لي اتفضل. ايه حكايه التقرير بتاع الدولة، الاتحاد الدولي ده اللي احنا ما سمعناش عنه حاجه خالص، ايه الموضوع؟ ولا هتسمع حاجه يا فندم. ده العادي يعني في مصر. التقرير ده في تقديري الشخصي وتقدير عدد كبير من المؤسسات الاقتصاديه حول العالم، ان هو تاني اخطر واهم تقرير استثماري بيهتم بيه الدول والمؤسسات الاستثماريه في العالم، تاني اخطر تقرير بعد التصنيف الائتماني. تقرير بالخطوره دي والاهميه دي في اي دوله بيصدر فيها بيحصل عليه تغطيه وتسليط الضوء ومناقشات كبيره جدا، سواء بالايجاب او السلب، ايا كان اللي حصل في ترتيب الدوله دي لازم ياخد تغطيه واهتمام. الا عندنا في مصر الحاجات السلبيه بس هي اللي بتاخد 3 ساعات في التغطيه وفي التوك شوز، ولو حاجات الايجابيه بنردم عليها. فاحنا الدوله الوحيده اللي في العالم اللي ما بتهتمش بالحاجات اللي زي ديت. دول تانية لو تقدمت مركز واحد بتعمل احتفالات، احنا تقدمنا 9 مراكز لاول مره من 5 سنين، محدش اهتم ولا غطى المؤتمر. الموضوع السخريه والعبث وصل لدرجه ان البنك الدولي بنفسه عمل لنا احتفاليه، احتفالا بال9 مراكز اللي احنا تقدمنا فيهم. البنك الدولي نفسه بيحتفل بينا واحنا مش بنحتفل بانفسنا. يعني البنك الدولي عمل مؤتمر صحفي بيحتفل. حضرتك سامعني؟ اسامعك يا محمد. البنك الدولي بنفسه اللي هو الجهه الصادره او مصدره التقرير بتحتفل بمصر، ومصر لا تحتفل بنفسها، بل بالعكس مصر بتجلد نفسها. ومصر لا يا مش ما استنى بس عشان ما نحطش حاجه، مصر ما لهاش علاقه بالموضوع الحقيقه ده، يعني اذا كان هناك البعض، وهذا البعض مظبوط. ليس وعلى فكره البعض ده مش كتير، البعض ده قليل بس صوته عالي، وسلبيتنا سلبيه الكثيرين اللي هم ما بيعملوش هو ده، يعني عشان بس نحط الحاجه بحجمها، واذا كان البعض بيتجاهل هذا الموضوع من اصحاب الاصوات العاليه، هو هي الحكايه نقدر نوصفها كده ونصنفها كده. قول لنا ايه اللي حصل بس في الموضوع ده، سيبك منهم، هم مش حضروا، مش هيكمموا الافواه ولا هيقدروا يلغوا الحقائق ولا هيقدروا لوقت طويل جدا، لان اهالينا في كل حته دلوقتي عرفت وصنفت وفرزت وعرفت مين الصالح ومين الغش في هذا الموضوع. كلمنا على البنك الدولي، الاحتفاليه دي ايه بس؟ التقرير بيصدر عن التقرير بيتكلم عن ما مدى ان دوله ما ايه درجه سهوله الاستثمار فيها وتاسيس الشركات، او ان انا اروح احط فلوس فيها، هل هي دوله جديره بكده ولا لا. ده باختصار او بمعنى مبسط او بسيط الكلام بتاع التقرير. فالتقرير ده هو عباره عن ترتيبات العالم كله 191 دوله، مصر كانت في الترتيب ال 131 السنه اللي فاتت. السنه دي احنا تقدمنا 9 مراكز فبقينا في المركز 122. افضل مركز في تاريخنا كان في سنه 2010 في عهد الوزير السابق محمود محي الدين قبل الثوره، كان في حدود ال 106. ده كان افضل ترتيب وصلنا له. من بعد الثوره لحد 2015 فضل يحصل تدهور مباشرة بعد الثورة آخر 5 سنين لحد ما وصلنا الترتيب 131. لأول مرة إن إحنا نتقدم 9 مراكز دفعة واحدة. مصر كانت من أكثر الدول اللي قامت بإصلاحات السنة دي. ده ضمن دول التقرير اللي رصدها التقرير. طب قول لي قول لي الإصلاحات، الحالة اللي قدمتنا 6 مراكز دول إيه؟ إيه اللي حصل؟ 9 مراكز. أهم حاجات رصدها التقرير هي كالاتي. اول حاجه سهوله تاسيس الشركات، انه انا كمستثمر باخد وقت قد ايه واجراءات قد ايه عشان اعمل شركه في مصر، مستثمر اجنبي او محلي او عربي. مصر لاول مره بتخش في قائمه افضل 50 دوله في العالم في سهوله تاسيس الشركه. هنا هنا افضل 50 دوله باحتلالنا الترتيب 39. هتقول ايه؟ واحنا رقم واحد في المؤشر ده في الشرق الاوسط. تفوقنا لأول مرة على دول الخليج، وتفوقنا لأول مرة على تركيا، دول الخليج المستقرة، وتفوقنا على تركيا، ولأول مرة برضه نتفوق على جنوب أفريقيا في المؤشر دوت، اللي هي الند الأول والمنافس الأول لينا في أفريقيا مع المغرب. إحنا الأول على أفريقيا وعلى الشرق الأوسط في المؤشر ده اللي هو اسمه مدى سهولة تأسيس الشركات. تاني مؤشر كان حصل فيه تقدم رهيب
وملفت للنظر جدا اللي هو اسمه الحصول على الكهرباء. مصر تقدمت 56 مركز دفعة واحدة، ومصر بالتقدم ده أعلى دولة عملت إصلاحات في قطاع الكهرباء في العالم. 56 مركز دي ما حصلتش في تاريخ التقرير إلا نادرا جدا، وحتى التقرير كتب قالوا كده، ومصر خدت جزء كبير من تغطية التقرير في المؤشر ده بالذات، الحصول على الكهرباء. في الحصول على الكهرباء البنك اكتشف بعد إعادة التدقيق في البيانات بتاعته بخصوص مصر انخفاض عدد مرات انقطاع الكهرباء واتساع التغطية وزيادة جودة توزيع الكهرباء. ده تاني مؤشر، وأهم تمام. أهم مؤشر حصل فيه تطور. طيب. في برضو المؤشر الثالث اللي حصل فيه برضو إنجازات اللي هو اسمه الحصول على تراخيص البناء. مؤشر الحصول على تراخيص البناء احنا تقدمنا فيه 49 مركز دفعة واحدة. الفكرة يا فندم أستاذ إبراهيم، الفكرة إن أنت التحسنات دي اللي أنت بتعملها، المستغرب أو المثير للانتباه إن مصر عملتها دفعة واحدة في سنة واحدة، بنعمل قفزات كبيرة جدا. إحنا بنتكلم في 34 مركز تحسن في تأسيس الشركات، 56 مركز في الحصول على الكهرباء، 49 مركز في تراخيص البناء، 10 مراكز في تسوية حالات الإعصار، 8 مراكز مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين. طيب محمد، أنا عايز أسأل على حاجة هنا. إحنا يعني النهاردة أنا لما يبقى عندي تراكمات اقتصادية، يعني الاقتصاد بتاعي عندي أزمات، عندي أزمة اقتصادية، في جزء أيوة. منها حرب، في الإرهاب اللي طرف في المسألة، في الحرب اللي علينا تجفيف الدولار والحصار والحاجات دي، ده جزء. والجزء الأولاني المهم اللي إحنا محدش عايز يفتكره، واللي كان كل المصريين عارفينه، والأول الرئيس لما مسك الحكم كان كل واحد يقول لك الله يكون في عونه. ما احنا عندنا كل حاجه، انت تمد ايدك في اي روح راح تلاقي تعبان، انت عندك مشاكل في كل حته. احدا لا يتكلم عن هذا الموضوع، احدا لا يتكلم ان انا اصلا التراكم المشاكل اللي عندنا خلى بعضها مستحكمه. النهارده اقتصاديا بس في دقيقه يا محمد تشرح لي ازاي النهارده ان انا النهارده عشان ابتدي انهض واقوم واصل بعودي لابد من اجراءات صعبه، ولابد ان احنا كلنا نتحملها، لان الاجراءات دي مش هتتعمل على الورق، يعني دي مش قرار يطلع على ورقه فتتحل او هنجيب قرشين ندفعهم تتحل، انما مطلوب مننا احنا كمان ان احنا نستحمل اذا كنا عايزين بلدنا تقوم، مش كده ولا انا مش واخد بالي؟ مظبوط مظبوط. طيب. طبعا طيب قول لي، في الاصلاح الحقيقي لابد ان نشارك فيه جميعا، كلنا هنشارك فيه لان كلنا هنبقى طرف فيه، سواء ان احنا بينعكس علينا هذا الكلام او يطلب منه، لان احنا مطلوب منا اكتر حاجه ان احنا نزود معدلات انتاج، مطلوب مننا ان احنا نقلل معدلات الاستهلاك، مطلوب مننا ان احنا نقلل معدلات الاستيراد، مطلوب مننا ان احنا كل ما هو يستورد نحاول نقلل، نزرع بقى قمح، نزرع بتاع، ده كله مطلوب، فتغيير شامل في كل حاجه بتتعمل. قول لي في الاصلاح الحقيقي في عرف الاقتصاد كيف يكون، وازاي اللي جاي انت شايفه ازاي؟ احنا استاذ ابراهيم اكبر مشكله عندنا دلوقتي في برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري هو مشكله سعر الصرف. مشكله سعر الصرف بدايه حلها عند الناس ازاي. احنا عندنا دلوقتي حاليا كل بيت مصري، لو قلنا ان كل اسره فيها مكونه من 4-5 افراد على الاقل فيها فرد مشترك ومتورط في ازمه الدولار دي، بان هو بيستثمر وبيشارك في المضاربه على الدولار. احنا لازم نبدا بان احنا نوعي نفسنا، ما ينفعش انت تبقى كل بيت في حد متورط في ازمه الدولار وبيزود مشكله الدولار وبيعمقها وبيخرب اقتصاد بلده، وفي نفس الوقت اشرح ازاي مشارك، اشرح ازاي، يعني انا لو انا حرصت ان انا اشتري مستورد يبقى انا بزود ازمه الدولار، لو حرصت يعني اشرحها ازاي يعني. لو اولا رقم واحد، احنا كمان كمواطنين المفروض نعمل ايه؟ لو انت بتشتري قدامك منتج مصري وقدامك منتج مستورد، اختار المصري، حتى لو الجوده فيها فارق بسيط، حتى لو الفارق بسيط لصالح المستورد. انا ما بقولكش اشتري حاجه ضعيفه جدا، في منتجات مصريه محترمه جدا، ومع ذلك احنا عندنا عقده الخواجه اللي هو اي حاجه مستورده تبقى ممتازه واي حاجه مصريه تبقى زي لا مش كده، في منتجات مصريه عاليه الجوده جدا، اختار المصري ده اولا. ثانيا، اي حد حواليك او انت شخصيا لو انت متورط في المضاربه على الدولار بتشتري دولار وبتخزنه وتستثمر فيه، ما
ما ترجعش تشتكي تاني من الاسعار، لان انت مشارك في الازمه الاقتصاديه دي، ما ينفعش تشتكي وفي نفس الوقت انت سبب في ازمه او جزء من ازمه. اي حد حواليه صديق او اخ او ابن متورط في المضاربه على الدولار لازم يوقفه ولازم يوعيه. ده قبل ما يكون حرام، انت ده حاجه ضد البلد، ضد الاقتصاد القومي. دي تاني حاجه. ثالث حاجه احنا اتكلمنا عن ترشيد الاستيراد، برضه محتاجين نتكلم عن ان الناس تشتغل. محتاجين ان الناس تشتغل. احنا عندنا من اكبر مشاكلنا هي انتاجيه، احنا عندنا انتاجيه ضعيفه جدا للموظف المصري، اللي هو في نفس الوقت بيضغط على الموازنه العامه وبيضطرنا ان احنا نستلف، فالدين العام بيزيد اللي هو بيزود عجز الموازنه. لازم الناس تشتغل، كل واحد يركز في نفسه وكل واحد يشتغل ويشتغل بضمير واتقان. نقدر نقول كده ملخص الموضوع يا محمد، ان احنا النهارده اذا كنا عايزين يعني من غير الكلام الكبير بتاع الاقتصاد والمصطلحات الكبيره، بلدنا عندنا ازمه وارثينها من سنين طويله وكلنا عارفينها، واللي ينكرها يبقى جاحد. اللي ينكر ان ما كانش عندنا ازمات قبل 25 يناير او التركه اللي ورثها الرئيس دي، اللي ينكر هي كانت صار سليم يعني هو اللي بوظها، فاللي ينكر ده يبقى حل الموضوع ده موضوعنا كلنا. مطلوب مننا كلنا ان احنا نشارك، هنضحي، هنشتغل اكتر، هنقلل انتاج. اللي النهارده زي ما حضرتك قلت ان لو اي حد بيضرب على الدولار، ضرب على الدولار اللي هيروح يشتري ويبيع والكلام، وكمان مش الدولار، اللي يخزن رز عشان يغلي سعره ويعمله، ده مجرم. النهارده اللي يعمل ده في السكر ده يستطيع ده. انا رايي ان دول في زمن الحرب اللي احنا فيها ديت يتم يطلع قانون ويطلع يعدم واحد، يتعدم اللي هو بيتاجر في اقوات الشعب، اللي هو بيسبب واحد بس، واحد ورب الكعبه هيبقى دمه من رز في الشارع، هيبطلوا شرب شاي. ايه رايك بقى؟ هي المساله كده. على اي حال احنا عايزين نبقى لما يبقى في اي حاجه من الحاجات المتخصصه او الكلام ده او كله، يبقى عايزين من فضلك يا محمد نبقى نتكلم مع بعض، لان وبشكرك على الخبر بتاع تقرير البنك الدولي اللي هو طبعا الاغلبيه تجاهلته، لان حاجه كويسه. ما لما تبقى في حاجه كويسه بتسيئهم، خليهم يا رب يسيئهم على طول وتبقى كل حاجه كويسه على طول.